اللي كنا مقررين باش نطبقوا في هذا الاجتماعي هو تقني، تشاوري تحاوري بما بيننا يعني شأن دوري ولي العهد في نسخته الخامسة. طبعا الدورات السابقة كما كيعلم الجميع أنا كنت كتنطلق واحد الكرنفال اللي هاد السنة هادي كان استعداد القيام به، كان استعداد على أكثر من مستوى وحشكة مختلف على السنوات السابقة، ولكن الحمد لله كان شي حاجة اللي أحسن من الاستعراض والريح رحمة الله سبحانه وتعالى والظروف الجوية اللي ما كتسمح لناش باش نخرجوا ديك الناس ولكن حنايا حاولنا ربما نكونوا حققنا واحد النسبة معينة من ديك المحاولة اللي كنهضروا عليها أننا نعوضوا ديك الكهرباء بشي حاجة أحسن وأحسن بكثير. رغم ذلك ما يمكنليش نبدا الكلام ديالي بلا ما نتأسف على بعض الغيابات، لأن غياب بدون مبرر لا وجود له. كنرحب بأكاديمية محمد السادس، كنرحب إخوان الفتح اللي هما نازلين معنا في هذا الفندق، ما عرفتش كيبان لي الغياب ديالهم باقي ما كاينش، هما كاينين تلاقيتو. كنرحب الإخوان ديال الشباب الحسيمة اللي عاد التحقوا بنا، كنرحب اتحاد طنجة، المغرب التكواني، الفروخ تفتت المشهد الكروي في الدوري هذا، كنرحب فيرناندو غريبو ممثل الجامعة الأندلسية لكرة القدم اللي بالتواجد ديالو هنايا كينوع على الفرق الإسبانية هو اللي غيتولد باش يفسر البرنامج ديالو، كنرحب الفريق البلجيكي وتعمدت كنرحب الفريق الغيني الجالية الغينية بمدينة طنجة وتعمدت باش نخلي الترحاب الأخير المتميز لإخواننا الأشقاء الفلسطينيين. كنظن أن بادرة تستحق منا أن نشجعهم لأن نضربوا 24 ساعة ديال الطريق الاختيار في المطار. كنتمنى أن يوفقنا سيدي ربي نوفروا الظروف الملائمة والمناسبة باش يعيشوا بيننا هذا الأسبوع أو 10 أيام اللي غادي يكونوا بيننا. ما غادي نحتكرش أنا الهضرة كاملة، ولكن حنايا بركة الاستعدادات ديال الدوري كتبدا 6 شهور قبل الدوري، ولكن من بعد كترتفع الوتيرة للاستعداد في الأسبوع الأخير، كترتفع الوتيرة كيوقعوا بعض المسائل إيجابية وأخرى سلبية وسلبيات إيجابية، يعني مجموعة ديال الحاجات اللي كتشجع وكت الإحباط طبعا ما أمره كيتصرف لنا واخا كنبانو، ولكن حنا كنخلقو كيفاش ننسى. اللجنة المنظمة اللي كتسهر على تنظيم هذا الدوري طبعا اللي هو بشراكة فقط بشراكة وفقط مع عصبة الشمال والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. طبعا كاين مساعدات من بعض الجهات، يمكن ما نذكرش لان باقي ما كملش 100% او يمكن تعدى، ولكن كنقول نحيي الاخ ديالنا عبد النبي وزير التحيه اللي كيضحي معنا، وكنحيي كذلك رئيس عصبة الشمال لكرة القدم اللي هو كيضحي معنا باش نشرع الدوري هذا، وكنحيي كذلك الجندي المتواجد في كل ساعة وفي كل زمان ومكان اللي هو العربي ملك، لأن يعني كنظن أن النهار اللي كيوقع عليه ديك المورا كيطيح العربي ملك كيطلعو دائما، هذا هو الدير المؤمن. أنا غادي نخلي الحوار القاعة، ولكن قبل ما نخلي الحوار القاعة لا بد باش نعرف عن الفرق اللي مشاركة باش نعطيها البرنامج، الفرق اللي غايبين واللي التزم بالحضور واللي ما التزمش بالحضور. طبعا أطلس كازا، أكاديمية أطلس كازا كاينش سبورتينغ شفشاوي ما كاينش،
سيرفانتيس كاينين، لان سيرفانتيس نيت عبد الرحمن البيدي هو رئيس اللجنه التقنيه، وكان هنايا جا في ايطاليا هو سيرفانتيس نيت، وغادي سي بي اس تور كاينين، كاين كرواندو النور النور ملف ديالك البرنامج كلشي حريه ميتري تحط طنجة كاين واحد من بعيد بحال قلنا كاين أجاكس طنجة كاين سبورتينغ أكادير شنو فين المعرفة ديالك وخا مبغيت باش يتجاوبنا في التليفون سير الفاق حجريين زرقان كيشوف الفاق حجريين هذا طنجة سي حسن دوتشي سبور بلجيك دوتشي سبور سي كريم أكاديمي محمد السادس الله يصور سباعي بن سودة سباعي بن سودة ما عرفش الطريق دابا عاد عيط لي عاد شنو قلت له نخلي على نصفه أكاديميات بروكسيماميتي نص فلسطينوس فلسطين عربي تاع تاع جوتي دابا عندي عمو تصوت فلسطينوس راه هنايا لقيتو منزل هنا او شي جمعيه ديال وسيما كاين هنايا عبد الصمو اولمبيك طنجه غيني ريبوبليك غيني تركيس منتخب تركيس بلاد طنجة نتمنى ولا التوفيق إن شاء الله في المقابلة الأخيرة نجم كسر